طيب يا جماعة السلام عليكم. اليوم إن شاء الله يا جماعة راح ناخد 2 ديزاين باترنز نخلص فيهم الديزاين باترنز اللي معانا، والاثنين اللي هناخدهم اليوم هم أيضا من ضمن فئة الستركشرال ديزاين باترنز. الديزاين باترن الأول وهو ديزاين باترن بسيط اسمه الكومبوزيت ديزاين باترن. أول حاجة إيش يعني كلمة كومبوزيت؟ مجمع أو مركب، تمام؟ لما نقول في حاجة كومبوزيشن يعني تجميع أو تركيب. تعالوا نقرأ الكلام الموجود هنا بعدين نشوف مثال عملي. بقول لي intent الهدف منه compose objects into three structures to represent part whole hierarchies. compose objects جمع الobjects ك three structure يعني على شكل tree عشان تمثل الwhole part hierarchies. لما يكون عندك hierarchy يعني زي تفرع من مجموعة عناصر، مثل العناصر الموجودة في الهيراركي هذه باستخدام الكومبوزيت باترن. طيب يعني عشان نفهم الكلام هذا بشكل أفضل خلينا نشوف مثال عملي على الموضوع هذا. الآن أول مثال هنتكلم عليه أي يو آي، مكتبة يو آي تصميم واجهات بكون فيها عناصر تصميم أو عناصر للواجهة. مثلا في الجافا اف اكس أو السوينج في عندك عنصر لطباعة النص الليبل مثلا أو تكست فيو بيسموه في بعض في الكتابة، عنصر كتابة النص. في عناصر مركبة بتلاقيها شوية فيها تفاصيل زي الكومبو بوكس أو الليست دروب ليست بيسموها في بعض المكتبات. في تاب فيو وغيره، عناصر كتير موجودة في اليو اي كومبوننتس. فعليا عناصر اليو اي اللي انت بتشوفها، طبعا البرنامج تبعك بتعامل مع كل عناصر بنفس الطريقة. بمعنى مثلا في الجافا اف اكس او في السوينج كل العناصر، او في الاندرويد مثلا كل عناصر الشاشة سواء كانت ليبل اللي هو الليبل للعرض، او عنصر مثلا لكتابة النصوص، او مثلا لما تيجي تعمل دروب ليست او كومبو بوكس، لان العناصر هذه كلها بعتبرها من نفس النوع اللي هي ايش مثلا فيو او كومبوننت، تمام؟ او يو اي ايتم كلها بعتبرها من نفس النوع وبرسمها بنفس الطريقة وبنفس آلية الكود حتى. الان خذ واحد من هدول وليكن مثلا الدروب ليست. عارفين الدروب ليست كيف عاملينها اصلا؟ اساسا لما عملوا الدروب ليست برمجوها هي اصلا مكونة من مين؟ من عناصر اخرى. يعني هذا الليبل تبعك فعليا حطوا اكتر من ليبل تحت بعض، تمام؟ عشان يصير في عندي دروب ليست. وحطوا هنا زر مثلا اللي هو انت بتضغط عليه عشان تطلع عندك الليست، تمام؟ وممكن هنا يحط ايش هذا اللي هو تكس فيلد. ففعليا هذا الدروب ليست مكونه من مجموعه من عناصر يو اي اخرى، تمام؟ طبعا انت بتعرفش الكلام هذا، انت في الاخر بتتعامل مع العنصر كله انه ايش؟ انه حاجه واحده، وبتشوفه وبترسمه زيه زي ما بترسم مين؟ العنصر الاساسي. لان هذا العنصر بنسميه احنا كومبوزيت. ليش؟ لانه مركب فعليا، هو تجميع لعناصر اخرى. هذا عنصر اساسي، تمام؟ انت بالنسبه لك كمبرمج بتستخدم عناصر المكتبه هذه، ما راح تفرق هذا عن هذا. بترسم هذا زي ما بترسم هذا، بتضيف هذا على الشاشه زي ما بتضيف هذا على الشاشه. طبعا ليش يعني انت بتقدر تعمل هيك؟ لانه اللي برمج المكتبه صح هو عمل عناصر كومبوزيت، بس في الاخر بقول لك اتعامل مع هذا العنصر المركب زي ما بتعامل مع العنصر الاساسي بدون ما تتطرق. حتى مش لازم تعرف انه هذا عنصر مركب مكون ضمنيا من عناصر اساسيه اخرى، لا، بقول لك اتعامل مع المركب زي ما بتعامل مع الجزء، وهذا عشان يسهل عليك في البرمجة والتعامل. وهذا معنى الكومبوزيت باترن، انه انت يا مبرمج لو حابب او بدك تعمل مكتبة بكون فيها عندك عناصر مركبة من عناصر اخرى، خلي العنصر المركب يظهر للمبرمج زي ما بيظهر العنصر الاساسي. هي مختصر الموضوع ببساطة. الان تعال نشوف هذا المثال، نشوف برضو كيف هيفيدنا في البرمجة وين هو مطبق. بدنا نشوف مثال انا يعني بسيط عملته يبين مفهوم الكومبوزيت باترن
وايضا نشوف في الجافا وين الكومبوزيت باترن مستخدم في الجافا نفسها. طيب اول مثال طيب هو عبارة عن إضافة على برنامج سابق احنا أخذناه. ثواني طيب احنا أخذنا قبل هيك برنامج رسم الأشكال الهندسية اللي هو لما ترسم تضغط على سيركل برسم دوائر، تضغط على ريكتانجل برسم مستطيلات. تمام. الان انا بدي اسويه يا جماعه، حابب اعمل شكل مختلف، يعني حابب مثلا ارسم بني ادم، يعني بدي ارسمه كيف مثلا دائره وهنا مستطيل وهنا مستطيل، صح ولا لا مثلا؟ تمام. يعني هذا عباره عن شكل، عباره عن تجميع ايش؟ اشكال اخرى، تجميع الدوائر مع مستطيلات ترتيب معين، برسم الشكل هذا. فحب اعمل انا شكل يكون مركب او مجمع من اشكال اساسيه اخرى انا عاملها، اللي هي زي السيركل وريكتانجل، اللي هو مثلا هذا الكاستم شيب، شايفينه كاستم شيب بسيط، عباره عن ايش؟ مربع جوا دائره. طب في نفس الوقت ما بدي اغير انا كثير في البرنامج، يعني انا اذا متذكرين البرنامج هذا اللي عملناه كان في كلاس اسمها الجراف اديتور او الجراف مانجر، اللي هي ايش وظيفتها؟ كان اذا متذكرين لما عملنا الاندو والريدو كان فيها ميثود اسمها درو وميثود اسمها كلير اساس يمسح الموجود في الشاشه، وكان عندي اندو. اندو اللي هو ايش؟ يروح اي شكل برسمه انا بروح بخزنه وين؟ في الشيبس، وبعدين بعمل لوبس على الشيبس بقول الشيبس بقول له درو. وكان في الجراف اديتور ميزته انه ما له علاقه بالاشكال اللي انا بعملها، سواء سيركل ريكتانجل سكوير وات ايفر، في النهايه انا بتعامل معاه انه من نوع شيب، بنشئ الشكل وبرميه. حتى لما طبقنا الريفليكشن بعمل كلاس للشكل وبرمي الشكل هذا وين؟ في المجلد، وبعمل الازرار له وبرسم الشكل، يعني بدون ما نعدل اي حاجه على الكود. الان احنا حابين نعمل شكل مركب بحيث انه نرسم زي ما قلنا مستطيل وداخله دائره، او نرسم شكل زي هذا، لكن في نفس الوقت ما بدناش نعدل على ولا حاجه في الكود. تمام؟ طيب عشان ما تعدلش على ولا حاجه في الكود، معناها انه الجراف اديتور لازم الشكل الجديد يشوفه ايضا من نوع شيب. وايضا بدي البرنامج تبعي اللي بيستخدم الريفليكشن وبعمل لوب على الكلاسز برضه يشوف الكلاسز انه من نوع شيب وينشئ لكل واحد زر. فبقول لك اذا انت حابب تعمل شكل مركب زي هيك، روح اعمل كلاس جديده هي اسمها ايش؟ كاستم شيب امبلمنتس شيب، يعني هذا الكلاس هي كمان من نوع شيء. الان هي جواها ايش هذه؟ ليست اوف شيبس، يعني هذا الكاستم شيب مكون من ليست اوف شيبس. وطبعا هذا ايش؟ هذا الكونستراكتور. تمام. اول ما انشئ الاوبجكت من كاستم شيب هيروح ينشئ الليست، وبعدين انشئ سيركل وانشئ سكوير وراح ضافهم على مين؟ على الليست هذه. الان اكيد ما دام انا عملت امبلمنت لانترفيس شيب، عمل امبلمنت لمين؟ للميثود درو، اللي هي فعليا مش راح يرسم شكل جديد، هو فعليا هيعمل لوب على الاري ويقول له shape dot درو. تمام. يعني في السيركل والريكتانجل كان فيه بروح انا بجيب لي جرافيكس بقول له درو اوفال درو ريكتانجل، الى لا انا بقول له اعمل لوب عليهم واعمل رسم درو. طيب فهذا فعليا الشكل هو تجميع على اشكال اخرى، لكن الفكره وين؟ انه هذا الشكل كومبوزيت لانه هو مكون من مجموعه اشكال اساسيه، وخليته يتعامل مع الكومبوزيت نفس ما بيتعامل مع الشكل الاساسي، انه كلهم من نوع شيب. يعني فعليا ما دام ضفته على كلاس، احنا شفنا الريفليكشن فاكتوري، تمام، اللي في الاخر انا بعطي له اسم الكلاس، تمام، وبستخدم الريفليكشن عشان ينشئ الاوبجكت. هي في عندي كلاس اسم او مثل اسمها كرييت شيب، بتعتمد على اسم الكلاس اللي انا بمررها هي، تمام، وبنشئ الاوبجكت وبرجع ليها بغض النظر هو سيركل ريكتانجل. والفكره وين؟ انه الجراف اديتور
لان الليست هذه ايش ممكن يكون موجود فيها؟ سيركل، ريكتانجل، سكوير او كاستم شيب. لو كان من نوع كاستم شيب فعليا لما يجي يرسمها ينفذ درو، والدرو بتعمل لوب على الاشكال وبتعمل درو. فالقصد انه بقول لك انت لو بدك تعمل شكل مركب من اشكال اساسيه خلي ايضا المركب من نفس نوع الاشكال اللي جوا. هذا باختصار مفهوم الكومبوزيت باترن. الان مثال اخر ايضا عشان نبين وين الكومبوزيت باترن مستخدم. الان في الجافا جربتوا قبل هيك تتعاملوا مع الملفات؟ اكيد تعاملتوا في طب مجلدات، لو حاولت تقرا مجلد في الجافا. الان لاحظ انه في الجافا بتعامل مع المجلد، ما في كلاس اسمها دايركتوري. في الجافا في كلاس اسمها دايركتوري؟ لا، لكن في كلاس اسمها فايل. طب بقول لك لو انت عندك مسار ملف بتحطه لفايل، هذه بنشئ اوبجكت من فايل بربطك مع الملف اللي انت حطيت مساره. طب ليه بدك تربطه مع مجلد؟ طب بقول لك لا، استخدم نفس مين؟ نفس الفايلز. مثلا في مجلد اسمه فايلز، استخدم نفس الكلاس هذه. طبعا انت كنت تتساءل يعني معقول انت مجلد تستخدم له كلاس فايل؟ مش منطق كتير يعني، صح ولا لا؟ طب ليش ما عملوا كلاس اسمها دايركتوري؟ قال لك لا، احنا هنا بنتعامل مع المجلد والفايل بنفس التعامل. تمام، ايش هيفيدنا التعامل هذا؟ فوائد كتير. تعال شوف مثال. الان الاف احنا قلنا هذا ممكن يكون ملف وممكن يكون مجلد. انت ممكن تقول له والله اذا كانت الاف عباره عن از فايل، تمام، يعني اذا كان ملف هنا بتعمل كود ريد فايل اند برنت كونتنت، مثلا اقرا لي الملف واطبع لي محتوياته. طب اذا كان مجلد روح لاف وقول له ليست فايلز، اللي هو ايش بيجيب لك هنا؟ مجلد ثاني array of files، اللي هو بيجيب لك كل اللي جواه، رجع لك ليست فيه اللي جواه، ممكن يكون ملفات ممكن يكون مجلدات، ورجع لك هي ايضا من نوع فايل. اذا بتقدر انت تعمل كود ريكيرجن. ايش هي ريكيرجن؟ يعني هذا تحطه في مثل يستدعي نفسه، تقول له نفس الكود نفسه هتستخدمه لقراءة المجلد ولقراءة الملف، لانه في الاخر بتعامل مع المجلد والملف انهم كلهم من نوع فايل. فلو هذول موجودين الكود في ميثود، تمام، بتقول له اعمل لي بروسيس لكل واحد في فايل هذا. يعني كيف؟ هي مثلا خذ هذا، تمام، بدي اعمل ميثود public process file، وبعطي له هنا ايش؟ فايل، تمام، تمام، خليها void. احنا بنجرب. طيب لكل فايل سب فايل مثلا بدي اسميها موجود في فايلز، روح استدعي بروسيس فايل ومرر له السب فايل. طبعا انت لما تستدعي الميثود هذه بتقول له مثلا بروسيس فايل، بتعطي له مثلا مسار مجلد. فعليا انت لما تعطي له مسار طب هذا اقول له نيو فايل. يعني انت لما استدعيت الميثود في البدايه ايش اعطيتها؟ اعطيتها اوبجكت من نوع فايل ومررت له مسار مجلد. الان هيجي ينفذ بروسيس فايل، هياخذ اللي مررته ممكن يكون ملف ممكن يكون مجلد. والله اذا كان ملف قلت له اقرا لي محتوى الملف واطبع لي، اذا كان مجلد إلس يعني ايش؟ ممكن تقول له إلس اف اف از دايركتوري، في مثل اعمل لك اياها از دايركتوري. شوف ايش بقول له، هات لي كل الموجود جوا المجلد هذا ورجع لي ايضا من نوع اري اوف فايلز، واعمل لوب عليه واستدعي مين؟ السب فايل. ايش سب فايل؟ ريكيرجن، المفروض استدعت نفسه وبعثت الفايل اللي ايضا ممكن يكون يا فايل يا دايركتوري. فالان هو بيتعامل مع الكومبوزيت والانديفيدجوال اللي داخله انهم من نفس النوع.
ما عمل كلاس لدايركتوري وعمل كلاس لفايل، هذا بخليك تتعامل معهم من بنفس التعامل، كود واحد بتعامل مع الملف ومع المجلد. وهذا ايضا بنشوف وين يا جماعه اللي بيشتغل الجوريثمز كتير، تمام، ومثلا بتعامل مع تريز. هل قلت لي تري انت ايضا لما تعمل بروسس لشجره، شجره عائله، شجره طلاب، شجره ملفات، تمام، النودز كلهم بدهم يكونوا نفس النوع، تمام. يعني مثلا هذه الليف، الاوراق اللي برا، تمام، بدها تكون نوعها نود، وهذا ايضا بده يكون نوعها نود، لانه انت اصلا لما تيجي تقرا الشجره تستخدم الكيرجن عشان من الاب يمر على الابناء، والاب هذا بتمر على الابناء تبعه، تمام. فبتضل لك تشغل نفس الكود اللي هيعمل بروسس للبيرنت هو نفسه هيعمل بروسس للليف، تمام. فاللي بتعامل مع الالجوريثم مثلا انا بدي اتعامل مع ستريت فيو، مثلا جراف بتمثل خريطه مدينه، هلقيت المدينه النودز بيمثلوا فيها مثلا كل نود بتمثل مثلا مدينه او قريه، تمام، او مثلا حي سكني. لان المفروض هذول مع تنوعهم او اختلافهم في النهايه تعبر عن النود بنوع واحد، عشان لما تيجي تبني الالجوريثم وتنتقل مثلا بدك تعمل الالجوريثم تجيب لك الشورتست باث من مدينه لمدينه ثانيه، كل النودز اتعامل معهم انهم من نفس النوع عشان الكود في التعامل مع النودز يكون واحد بغض النظر ايش اختلافهم عن بعض، تمام. وهي فكره الكومبوزيت باترن باختصار شديد، وشفنا كيف تطبيقها في مثال بسيط شرحته له علاقه برسم اشكال. وفي الجافا ايضا هو مطبق في التعامل مع الفايلز والدايركتوريز، انه كلهم بيتعامل معهم من نوع فايل. كومبوزيت اوبجكتس، كومبوز اوبجكتس انتو تري ستراكشر، يعني جمع الاوبجكتس كتري ستراكشر عشان تمثل البارت هول هايراركيز. اتضح الان معنى الموضوع هذا. كومبوزيت باترن ليتس كلاينتس تريت، هذا الهدف الرئيسي، الهدف منه انه يخلي الكلاينتس يتعاملوا، ليتس كلاينت تريت، ايش هي تريت؟ يتعامل مع الانديفيدوال اوبجكتس اند كومبوزيشنز اوف اوبجكتس ان ا يونيفورم واي. ايش يعني يونيفورم واي؟ بطريقه موحده. متى نستخدمه؟ انت لما يكون عندك اي هايراركيز او شجره من عناصر مكونه من امور فرعيه وامور مركبه، استخدم الكومبوزيت باترن زي اللي بيعمل مثلا يو اي، مكتبه يو اي بيلزمه، تمام. بده يتعامل الجوريثم فيها تري وريكيرجن، ايضا بيلزمه الكومبوزيت باترن. يو وونت كلاينتس تو اجنور ذا ديفرنسز بتوين بارتس اند هولز، بتكاش بين الفروق ما بين البارت والهول. زي مثلا في الجراف اديتور في المثال تبعنا، في النهاية أنا ما بدي أعدل على الجراف إديتور، هذا له طريقة رسم وهذا له طريقة رسم تانية. المفروض الجراف إديتور إيش ما كان نوع الشكل يرسمه ويشوف إنه شيب، فسواء الشكل مركب ولا الشكل إنديفيدوال كله هيشوفه من نوع شيب وهيستدعي الميثود درو. الآن هذا اليوم ال ديجرام تاع الكومبوزيت. فعليا عندي أنا انترفيس أو ابستراكت كلاس عامة اسمها كومبوننت وفيها ميثود اوبريشن، هذا ايش تمثل في مثالنا اللي هي الشيب والميثود درو الموجوده فيها. الان هذه اشكال اساسيه، ليف اي بي سي، الاوراق يعني ليف، وكلهم بيعملوا امبلمنت للانترفيس وامبلمنت للميثود اوبريشن او درو. حابين نعمل شكل مركب زي اللي شفناه قبل شويه، راح اعمل كلاس اسمها كومبوزيت، وعشان اخلي البرنامج تبعي يتعامل مع الكومبوزيت زي بالضبط ما بيتعامل مع هدول، هذا بدوش تعامل خاص حتى لو كان شكل مركب، خليه يعمل امبلمنت لنفس الانترفيس. ولاحظ انه من جواه يوز بيستخدم كومبوننتس. طبعا هنا العمل المعين مفتوح، هذا ايش معناه؟ انه الاجزاء بتم انشائها برا وبمررها. طبعا انا بفضل يكون مغلق، مش شرط، هو حسب البرنامج. مغلق ايش يعني؟ يعني بيتم انشاء الاشياء جوا من غير ما انا اشوفها. طب ليش هنا افضل؟ لانه انت لما تنشئ مثلا دروب كومبو بوكس، بتروح بتنشئ الاشياء اللي جواه بتمررها؟ لا، بتقول له خلص اعمل لي كومبو بوكس، وهو ضمنيا بنشئ الايش؟ الاوبجكتس اللي جوا، تمام؟ طبعا لاحظ انه هذا ايضا بيعمل امبلمنت للميثود درو او الاوبريشن، يعني معناها لو هذول بقدر اعمل كود بوليمورفيزم يعمل لوب على الاشكال وينفذ الميثود اوبريشن. لكن هنا في الميثود اوبريشن ايش بروح بيعمل يا جماعه؟ بروح بعمل لوب وبنفذ الاوبريشن الموجوده في كل تشايلد. مش قلنا هذا شكل مركب؟ فعليا لما يجي يرسمه هيرسم مين؟
الاشكال اللي جوا تمام. وهذول ميثود اد ريموف عشان يضيف الاشكال الجديده للشكل المركب هذا. فهذول حاجات اوبشنال يعني. طيب هذا شرح على اليو ام ال دايجرام، لان هذا برضه ببين لي انه في حاله 3 ستراكشر او يو اي كومبوننت بكون مثلا في عندي بيكتشر اساسا هذا عباره عن كومبوزيت ايتم مكونه من ريكتانجل ولاين، وممكن تتكون من بيكتشر ثاني، وهذا البيكتشر تتكون من مين؟ من ريكتانجل ولاين وتكست. فعليا انا لما ارسم البيكتشر تمام ونفذ الميثود درو جواها بعمل لوب على مين؟ على الاشكال، وبنفذ درو ودرو ودرو لهذه، وهذه عباره عن كومبوزيت. لما ينفذ الدرو تبعها يعمل لوب وينفذ الدرو للاشكال اللي جواها. لكن في النهايه انا بشوف اي نود من هذول بنفس الطريقه وبنفس الاليه، فمش كل نود لها كود خاص يتعامل معها. هذا نفس الشكل، هذا هي رسمه اليو ام ال دايجرام تبعته تمام. طيب هنا اخر حاجه يعني نفس الفكرة، هذه متروكة لكم تقرؤوها. الآن نيجي لديزاين باترن آخر، وهذا الديزاين باترن الأخير اللي اسمه فلاي ويت ديزاين باترن. إيش يعني فلاي ويت؟ كيف؟ فلاي معناها يطير، وفلاي أيضا معناها دبانة تمام؟ فلاي ذبابة. فهنا فلاي ويت هذه يعني وزن الذبابة. بتسمعوا أنتوا في الملاكمة في فئات، في وزن الذبابة ووزن الريشة والوزن الثقيل، هذا المشهور يعني، المشهور هو الوزن الثقيل بتسمع فيه عشان يعني أضخم تمام. بس في ملاكمين بيكونوا حجمه صغير وزنه صغير، فاهم كيف؟ فوزن الذبابة، وكل واحد طبعا بيقاتل واحد على قد وزنه يعني تمام. طيب كلها وكل واحد لها بطولة تمام، بس المشهورة بين الناس الوزن الثقيل اللي فيها محمد علي كلاي وتايسون والشلة هذه. طيب لقيت فلاي ويت وزن الذبابة، يعني هو من الديزاين باترنز المفيدة بالذات بيستخدموه في الجيمز تمام، وفي في التطبيقات الموبايل لما انت تحتاج توفر في استخدام الذاكرة تحديدا تمام. وعشان نفهم هذا برضو بدنا ناخذ مثال عملي، اكتبوا معايا يا جماعة عشان نوضح كيف الفلاي ويت هذا بيشتغل. هلقيت يا جماعة تخيل انت بدك تعمل لعبة، واللعبة هذه بدك ترسم فيها منظر طبيعي غابة مثلا تمام، والغابة مكونة من ايش؟ من اشجار تمام. فانت فعليا بترسم غابة، بترسم شجرة بتكررها 1000 مرة بتصير عندك غابة. الان الشجرة لها اتريبيوتس عشان انت ترسمها. تخيل مثلا انت جيت تعمل كلاس الشجرة، هاي كلاس تري تمام، وقعدنا نفكر ايش الاتريبيوتس اللي بنعملها للشجرة. هلقيت الشجرة اول حاجه لها كلر، لون، صح ولا لا؟ يعني مثلا في شجره لونها اخضر، في شجره لونها برتقالي، تعرف في فصل الخريف تذبل الاوراق وتتحول من اللون الاخضر تمام. وممكن يكون لونها احمر يعني دبلت، وممكن ما يكونش فيها ورق بالمره تمام. غير الكلر كمان في عندك الهايت، ارتفاع الشجره، في السايز قديش فيها اوراق تمام. في كمان تكستشر اللي هو النسيج او الشكل الخارجي يعني تبعها، يعني كيف شكل الورق يعني تمام. في ورقه كبير صغير، هذا التكستشر تمام. وفي كمان الاكس والواي اللي هو مكانها. ما انت في الاخر لما ترسم الشجر بدك توزع الغابه، مش هيكون كل الشجر في المكان واحد تمام. هذه المعلومات اللي لازماك انت عشان تنشئ شجره وترسمها. والان انت فعليا هذه الكلاس راح تنشئ منها مش اوبجكت واحد، 1000 10000 وترسمهم تمام. طيب تعال برضو نتخيل قديش لو انت عملت 1000 اوبجكت من التري هتاخذ في الذاكره. الان الكلر ما بياخذش كثير، خلينا نقول مثلا 3 بايت، كل ار جي بي بياخذ 1 بايت، كل ار 1 3 شانل 3 بايت، الهايت 1 بايت رقم ما هو صح، السايز 1 بايت، التكستشر هياخذ كثير تمام. اللي هو اللي هو الصوره الرسمه تاعت الورقه نفسها تمام، هذا جرافيكس، فهذا
له ايش حجم في الذاكره. تمام، يعني مثلا هذه هياخذ مثلا 5 كيلو بايت، يعني الصور عباره عن تمام الاكس واي ولا حاجه، 1 بايت 1 بايت بالكثير. تمام، فالشجره هذه لما تيجي تعمل منها 1000 يعني هي حجمها قديش؟ 5 كيلو، وهذول ولا حجم، صح ولا؟ فتقريبا حجم الشجره كلها الاوبجكت كله هو حجم مين؟ التكستشر. فبدك تعمل مثلا 10000 شجره، تمام، يعني 50000 كيلو بايت، تمام، يعني 500 تقريبا ميجا، صح ولا؟ شلنا اعتبرنا 1000، تمام، يعني 500 ايش ميجا بايت عشان ترسم يمين الألف شجر هذول، وهذا بياخد في الميموري كتير. كيف احنا بنحاول انه نقلل استخدام الميموري قدر الامكان؟ لانه بنيجي نفكر، هلقيت احنا لما نعمل شجر غابة، كل شجرة في الغابة لها تكستشر مختلف؟ لا. تمام، يعني لو انت عندك 10000 شجرة، هتلاقي مثلا من 10000 هذولا 5000 شجرة من نوع واحد، تمام، 3000 شجرة زيتون مثلا، 2000 شجرة مش عارف كلمنتين، تمام، يعني أنواع الشجر بيختلفش كتير، ماشي، لكن بيختلفوا أكيد في أمور تانية بتختلف أكيد. الإكس والواي كل شجرة لها إكس وواي مختلف، تمام، وممكن كمان الهايت في الشجرة شجرتين بالضبط نفس الارتفاع، تمام، الكلر ممكن يكون مش يعني كلهم لهم ثلاثة مثلا كلرز أربعة كلرز بالكتير، تمام، ففي عناصر ما بتختلفش كتير وفي عناصر بتختلف بين كل شجرة وشجرة تانية، تمام. فشوف أنا كيف بدي أوفر في الذاكرة، بدي أروح أعمل كلاس، هل قلت الكلاس هذه التري بدنا نقسمها قسمين، تمام، في عندي كلاس تري وبدي أعمل كلاس تانية اسمها تري داتا، تري بيسك داتا اللي هي المعلومات الأساسية للشجرة. الآن هنا خلي الأمور اللي بتختلف كتير، اللي هي مين اللي بتختلف كتير؟ الإكس والواي والسايز والهايت، تمام، وشلنا مين؟ الكلر والتكستشر، وحطناهم وين الكلر والتكستشر؟ عشانهم يعني بيختلفوش كتير هنا، كلر وتكستشر، تمام؟ وبعدين بدل ما مش احنا شلنا الكلر والتكستشر من هين، تمام، هنا حطينا اتريبيوت من نوع تري بيسك داتا. يعني الان الاتريبيوت تاعت الكلاس هذه ايش بتتضمن؟ الاكس والواي والسايز والهايت واوبجكت من نوع تري سيبكت. ايش عملنا؟ ولا حاجه، صح ولا لا؟ مش هي هي ولا لا؟ تمام، هي هي ولا لا يا جماعه؟ احنا ايش اللي سويناه؟ القيمتين اللي هنا جمعناهم في اوبجكت واحد، صح؟ ما عملناش شيء جديد، تمام؟ طيب بعدين بنيجي عندنا في البرنامج، هلقيت بنتفق احنا ليش اخذنا هذول لحالهم؟ لانه هذول بتغيروش كثير، تمام؟ يعني الان احنا فعليا في البرنامج تبعنا هنعمل التالي، هنيجي للتري بيسك داتا ونعمل منه ثلاثة اوبجكتس فقط ونحفظهم، تمام؟ يعني مثلا هذا كلهم من نوع ايش يا جماعه؟ تري بيسك داتا. في الاول الاوبجكت الاولاني بنحط فيه مثلا هذا الشجر الاخضر، شجر خلال الصنوبر مثلا، تمام، او احنا اتفقنا زيتون، تمام، بتحط هنا التكستشر تاع الزيتون واللون تبعه، تمام، وهي الكلمنتينا بتحط التكستشر تاع الكلمنتينا واللون تبعه. وايش الثالث؟ اي حاجه، تمام، بتحط يعني فعليا انت كم اوبجكت انشات؟ 1 2 3 15، ماشي. طيب هذول لسه ما انشاناش منهم ولا اوبجكت، احنا انشانا هذول الثلاثه فقط وخزناهم هيك على جنب. الان بنيجي نرسم الغابه، هلقيت الغابه كم شجره بدنا؟ اتفقنا 10000 شجره. بتيجي بتنشئ اوبجكت من 3، طبعا بدك تعطي له الاتريبيوتس تاعونه، بتعمل له هايت وسايز واكس وواي راندملي مثلا، تمام، لكن لما تيجي تعمل له تري بيسك داتا بتقول له خذ واحد من وين؟ من هدول، يعني خذ لي مثلا اذا زيتونه خذ لي رقم
رقم واحد. نفس الأوبجكت هذا أخذه، ما أنشأش أوبجكت جديد، استخدم أوبجكت من وين؟ من المخزن هنا. فبتعمل مثلا 3000 أوبجكت من تري، بتعطيله 3000 معلومات مختلفة من height و size و x و y، مش مشكلة 3000 معلومة، بس هدول حجمهم ماله ولا حاجة، لكن للثلاث 3000 كلهم استخدم نفس الأوبجكت هذا. تمام، خلصنا الثلاث 3000 شجرة زيتون، بنيجي على الكلمنتينة، بنعمل 4000 شجرة كلمنتينة، بتنشئ برضو 4000 أوبجكت من تري، كلهم بيستخدموا نفس الأتريبيوت الأوبجكت هذا بتاع شجر الكلمنتينة. تمام، وبتعطيهم معلومات مختلفة من هايت والسايز وإكس وواي. وآخر حاجة شرق الصنوبر ولا الصرو ولا مش عارف إيش، تنشئ 2000 مثلا شجرة، بيستخدم الأوبجكت الثالث وتعطي له معلومات مختلفة هنا. فأنت فعليا قديش حجم العشر تلاف شجرة؟ حجم العشر تلاف شجرة قديش؟ 1 2 3 4 بايت هدول، صح ولا لا؟ 4 بايت في ايش؟ في 10000. تمام، يعني 40000 بايت، يعني 40 تقريبا كيلو بايت، زائد قلنا كل واحدة من هدول قديش؟ 5 5 5 زائد 15 بايت كيلو بايت، صح؟ مش كل واحدة من هدول، يعني كل الشجر حجمه قديش؟ 55 كيلو بايت. قديش كان الحجم اللي قبل؟ 500 ميجا. تمام، يعني شوف كيف فصلنا معلومات الشجرة لقسمين، قسم يتغير بشكل مستمر اللي هو بيكون حجمه صغير، وقسم حجمه كبير لكن لا يتغير بشكل كبير وبضلها معلوماته ثابتة، اللي هو التكستشر المستخدمين. وأنا عندي 3 أنواع تكستشرز، بنشئ 3 أوبجكتس منهم تحديدا، وبعدين للعشر تلاف أوبجكت اللي بعمله من التري بخليه يعمل ريوز للأوبجكت هدول. تمام، وهيك احنا وفرنا في حجم الذاكرة بشكل كبير. تعال نشوف هذا المثال بشكل عملي. تمام، حطيت لكم اياه انا هذا الديزاين باترن، ما شرحتوش انا السنة اللي فاتت، ف تمام عملت ضفت المثال جديد امبارح. يعني تعال نشوف المثال بشكل سريع وانتبه معايا، لانه اليوم الديجرام معتمد على فهم الموجود هنا. هل قلت يا جماعة نفس الفكرة انا عملتها طبقتها هنا؟ اطلع معايا. اجيت بدي اعمل كلاس تمثل الباين تري. ايش الباين تري؟ هي شجرة الصنوبر. تمام، ليش اخترت الصنوبر؟ في اوروبا كل الشجر عندهم صنوبر، شجرة الكريسماس نفسها هي عبارة عن أصلا شجرة الصنوبر. طيب الآن الباين تري هذه إيش الأتريبيوت تاعتها؟ في عندي السايز والهايت والإكس والواي، وعندي المعلومات الثقيلة. تمام، اللي هي مثلا التكستشر والكلر، فصلتهم وين؟ في كلاس مستقلة سميتها أنا البيسك تري. تعال نشوف البيسك تري هذه كيف شكلها. طبعا أنا بس ضيف لها كتوضيح إيش هي الكلر. يعني افترضت انه الكرر بياخذ كثير ففصلته في كلاس واحده اسمها بيسك تري، وهنا خليته يستخدم اتريبيوت من نوع بيسك تري، وهذول ايش؟ سيترز وجيترز. الان طلع الكونستراكتور تاع الباين تري، لازم لما انشئ الكونستراكتور ابعث له مين؟ البيسك تري، واعطي له المعلومات الثانيه. الان في الاخر ايضا في عندي ميثود اسمها درو، لما اجي ارسم الشجره هذه كيف بده يرسمها؟ طبعا اول حاجه هو انا لما يرسم خليته يرسم الجذع الشجره، اول يعطي كلر هذا لون بني. تمام، عشان يرسم الجذع تاع الشجره، وهي درورك فيل ريكتانجل، ما هو جذع الشجره افترض انه ايش؟ الريكتانجل. تمام، بعدين خليته ياخذ ست كلر، يروح للبيسك تري وياخذ الكلر. تمام، اللي هو لون الشجره الورق نفسه تكستشر هذا، وفي الاوفل اللي هو يرسم شكل بيضاوي زي. تمام، طيب احنا الان شفنا الكلاسين هدول، بس لسه استخدامهم ما تكلمنا، ما انشأناش منهم اوبجكت. هل قد احنا ايش اتفقنا؟ من البيسك تري بدنا نعمل كم واحد؟ ثلاثة. فشوف انا كيف نظمت العملية هذه. طلع معايا هاي البرنامج الاساسي، خلينا في الاول اشغل البرنامج افرجيك كيف شكله. تمام، يعني هو للتوضيح فما تضحكوش يعني على
فلان هاي الزر اسمه درو 3، لما تضغط عليه برسم لك ايش؟ تخيلها شجرة. تمام. هاي الوان مختلفة، هاي غابة. طيب ففعليا هذول كيف برسمهم؟ تعالوا نشوف الكود تاع الرسمه. كود بسيط، بدأت اجي على طول على الزر، لما اضغط على الزر ايش بده يصير؟ تمام. لما اجي اضغط على الزر ايش بروح بعمل يا جماعه؟ بنشئ اكس وواي وهايت وزد، هذول بعملهم راندملي، هاي كله في راندم راندم راندم. تمام. اهو حجم الشاشه يعني. وبعدين بنيجي للمعلومه الاساسيه اللي هي مين؟ البيسك داتا. هذه هلقيت انا افترضت انه الشجر تبعي هيكون يا شجر اخضر يا اورنج يا برتقالي يا احمر. تمام. فعندي هاي خزنت الانواع الثلاثه في ايش؟ في ليست اسمه تري تايبس. وبعدين بدي اختار واحد من التري تايبس هذول، فخليت برضو اندكس اللي هو ما هو مش فهمه في الري، يعمل لي يا اندكس يا صفر يا واحد واثنين عشان اختار واحد من التايبس هذول. طيب اخترت واحد من التايبس، الاندكس تبعي تري تايبس دوت جيت اندكس، هنا اخترت التايب. بعدين رحت انا عملت ايش يا جماعه؟ عملت فاكتوري كلاس. تمام. ايش فايده الفاكتوري كلاس؟ هي اللي هتنشئ مين؟ البيسك داتا هذه. تمام. هذا الفاكتوري كلاس بعطيها ايش نوع الشجره اللي بدي اياها، وفي الاخر بترجع لي اوبجكت من نوع باينتري. تمام. تعال بس نوقف هذا ونروح نشوف مين الفاكتوري كيف معمول. طلع معايا الفاكتوري. طيب الفاكتوري فعليا انا مخزن فيه هاش ماب. ايش هي؟ مخزن فيه اوبجكت من نوع بيسك تري. تمام. ومعاه ايش هذا؟ الكي تبعه. طب ليش عملت الهاش ماب هذه؟ احنا اتفقنا يا جماعه انه احنا بدنا نعمل مثلا ثلاثة اوبجكت زي هذول الثلاثه، ويضلهم مخزنين عندي باستمرار، واصير اخذ من مين؟ واحد من هذول الثلاثه، ما هنعمل غير الثلاثه هذول. ففعليا الهاش ماب هي تمثل مين؟ الليست اللي مخزنه فيها الثلاثه هذول، لسه ما انشاتهمش انا. تمام. طيب في الاول هذه الليست هتكون ايش؟ فاضية. ماشي مع جماعة؟ ركزوا معي. هلقيت انا رحت اول مرة ضغطت على الزر وقلت له جيت تري، اعمل لي شجرة، وبعدت له النوع تبعها انه هو واحد من ثلاثة، يا اخضر يا احمر يا اورنج. ماشي. طيب هيجي اول حاجة يدور على النوع هذا وين؟ في التري ماب، موجود ولا مش موجود؟ اطلع هات لي البيسك تري، اعطي له هات لي احمر ورجع لي بيسك تري. اذا طلع في الاول اكيد هيرجع ايش؟ نل. نل معناها انه ماله؟ انه مش موجود. الان اطلع ايش نوع التايب الموجود؟ والله اذا جرين روح حمل اعمل بيسك تري وادي له ايش؟ لون اخضر. اذا اورنج هذا مين التايب اللي انا بعته؟ تمام. انشئ اورنج بيسك، انشئ اوبجكت من بيسك تري واعطي له لون اورنج زي حمل التكستشر يعني. اذا كان ريد انشئ الريد واعطي له الكلر. احنا نفترض انه احنا بعتنا له في الاول لون الاخضر. تمام. يبقى البيسك تري هيكون قيمته نل لانه الماب مالها فاضيه. فحص اذا النوع اخضر بنشئ بيسك تري وبيعطي له جرين. تمام. مش هيمر على الالس هذه ولا الالس هذه، هيجي هنا بقول اذا البيسك تري مش نل روح حطه وين؟ في الماب. يعني عند اول مره بطلب فيها شجره خضراء راح يحمل اوبجكت من بيسك تري ويحطه هنا. هاي صار هذا ايش هنا؟ جرين. اتحمل هنا. لسه احنا ما انشأنا مين؟ الباين تري. تمام. احنا لسه انشأنا البيسك اوبجكت هذا البيسك تري. معايا ولا يا جماعه؟ طيب ما خلص، احنا ايش هدفنا؟ احنا بدنا ننشئ هذه اللي هنرسمها مش هذه، صح؟ معايا ولا يا جماعه؟ هيجي تحت هنا ايش هذا؟ انشئ اوبجكت من باين تري ومرر له مين؟ بيسك تري. يعني هينشئ اوبجكت من هذا ويمرر له مين؟ هذا اللي انشئه هيحطه وين؟ هيحطه هنا. يعني عمل الان شجره معلوماتها انها اللون الاخضر. طبعا هذول الهايت والسايز والاكس والواي لسه ما حطهمش هنا انشاء الباين تري. هنرجع وين هلقيت؟ على هاي انشئ الباين تري، الفاكتوري رجع لي الباين تري. وبعدين قلت له ايش؟ حط له الها ايش؟ الاكس والواي والهايت والسايز هذول اللي انشاتهم انا عشوائيا. بعدين قلت له ايش؟ ادرو ارسم الشجره.
رجعت ضغطت تاني على الزر انشئ قيم عشوائيه تانيه للاكس والواي والزد والها والهايت والسايز والهايت. وبعدين راح اخذ نوع عشوائي اخضر او برتقالي او احمر وراح مره تانيه لمين؟ للتري فاكتور. تخيل هلقيت احنا بعتنا له اللون الاحمر. اجى فحص اول حاجه اول خطوه عملها تحقق للماب ايش فيها؟ فيها احمر ولا فيش فيها احمر؟ تمام. اذا ما رجعش احمر اذا رجع هذا نل ايش راح يصير؟ راح يشوف الاحمر اذا كان اللون احمر انشئ له اوبجكت واعطيه اللون الاحمر وخزنه وين؟ في الماب. يعني الان عند اول مره طلبت فيها اللون الاحمر انشئه هنا وحطه. وبعدين قال له مره ثانيه روح انشئ باين تري واعطيها البيسك تري هذه. ورجع يكمل في الديمو واعطى المعلومات الثانيه ورسم الشجره. طيب اجيت ضغط على الزر مره ثانيه تمام. والان لما ضغط على الزر راح مره ثانيه انشا قيمه عشوائيه وبدي انشا شجره جديده. المره هذه بعت اللون الاخضر ثاني تمام. رجع على تري فاكتوري تمام. اجى دور شوف روح للتري ماب وشوف لي هل اللون الاخضر موجود ولا مش موجود. رجع هذه هترجع مش نل صح ولا يا جماعه لانه موجود. في الحاله هذه مش راح يدخل على الاف ستيتمنت هذه بالمره. هينزل تحت هينط على الاف ستيتمنت كلها وهيروح ينشئ على طول باينتري واستخدم لها نفس الاوبجكت الجرين الموجود في الماب. ما يعمل اوبجكت جديد كيف؟ فيش مشكله. بس انا ايش اللي عملته؟ انه ما يحملش التكستشر الا ما احتاجه تمام. فهمت علي كيف؟ يعني اول مره انا بدي اياه بنشئه. ممكن انت تريح حالك وتنشئهم في الاول تمام. بس انا قلت لا لما في اللحظه اللي بحتاجه فيها بنشئه تمام. رجع الان كمل في الديمو ورسم الشجره. رجعت ثاني وهكذا تمام. بيضل يستخدم ماله الاوبجكت الموجود. والدليل اللي بيستخدم تعال افرجيك كلمه اعمل رن انا يا جماعه تمام. اطلع ايش هيطبع لي على الشاشه غير الرسم تمام. الان هاي درو تري رسم شجره بقول لي نمبر اوف بيسك تريز 1 نمبر اوف باين تريز 1. يعني هذا الان ايش هذا الرقم؟ هذا قديش في عندي في الماب هنا وكم باين تري رسم؟ واحده. اضغط مره ثانيه الان في المره الثانيه لما ضغطت اختار عشوائيا وبدو شجره برتقالي تمام. البرتقالي مش موجود فراح انشا بيسك تري برتقالي وبعدين انشا باين تري بتستخدم البرتقالي هذا ماشي. فصار عدد البيسك تري 2 والباين تري 2. كمان مره هاي برتقالي لاحظ انه ضل البيسك تري ايش؟ 2 ما تغيرش لكن الباين تري 3. اضغط مره ثانيه هاي اخضر البيسك تري صار 3 والباين تري 4. المفروض الان من الان فصاعدا البيسك تري ضلوا 1 والباين تري ماله بتغير. طلع هاي البيسك تري بضلوا 3 والباين تري 4 تمام. فالحاجات الهيفي خليته يستخدم يعمل منها فقط 3 اوبجكتس. لكن الحاجات الباين تري نفسها تمام عملت كثير من هايت وسايز واكس وواي لكن هذاك بيستخدم نفس المعلومات هذه. فهيك انا بوفر في الذاكره بشكل مهول. وهذا الفلاي ويت ما بتقدر تعمل انت اي لعبه الا تستخدمه. تخيل انت مدى الحماقه اللي هتعملها لو انت بدك تعمل مثلا غابه تحط فيها 1000 شجره وكل واحدة لها اوبجكت لحال وتحمل التكستشر لكل واحدة لحال تمام. هيك احنا بنوفر في الذاكره حجم مهول باستخدام الفلاي ويت. وضح يا جماعه؟ تعالوا الان بس نمر مرور سريع على السلايدز. فلاي ويت از ا ستراكشرال ديزاين باترن ذات ليتس يو فيت مور اوبجكتس انتو ذا افيلبل اماونت اوف رام. يعني هو واضح هيو ايش فايدته؟ انك تحط اوبجكتس اكثر في الرام تمام. باي شيرينج كومن بارتس اوف ستيت بتوين مالتيبل اوبجكتس. شيرينج كومن بارتس اوف ستيت ما هو الاتريبيوتس اللي بنسميها احنا ستيت للاوبجكت. انت عملت شيرينج للكومون بارتس مشاركه للبارتس المشتركه اللي هي ايش تمثل؟ هذه البارتس المشتركه التكستشرز تمام. شيرينج كومون بارتس اوف ستيت بتوين مالتيبل اوبجكتس انستد اوف كيبينج اول اوف ذا داتا ان ايتش اوبجكت. بدل ما تكرر الداتا نفسها في كل اوبجكت. الان
هذا بروبلم، هذا كود فيه مشكله لسه. ايش المشكله؟ يعني هذا بده يعمل لعبه فيها بارتكلز اللي هي الاجسام متحركه، تمام، مقذوفات رصاصه مثلا، هي بوليت، تمام. فالان كل بوليت لها جاب اوبجكت بيمثلها. الاوبجكت هذا هي معلومات الرصاصه. ايش تشمل معلومات الرصاصه؟ الكوردينيتس، الفيكتور، السبيد، الكلر، والسبرايت. سبرايت هذا 3 دي موديل للشارت البرسم الرصاصه هذا، وفي ميثود موف ودرو. لان اكيد طبعا الرصاصه مش بتتحرك، تمام. هذول المعلومات هيضلهم يتغير، يعني مثلا الفيكتور والكوردينيتس اكيد هتضلها تغير باستمرار، لكن السبرايت اللي هو شكل الرصاصه وال3 دي موديل تبعهم تقريبا بضله ثابت. فلو انت عملت، خلينا نقول هاي الحجوم التقديريه للاجزاء، يعني مثلا الكوردينيتس بده 8 بايت، الفيكتور 16 بايت، السبيد 4 بايت، الكلر 4 بايت، السبرايت بده قديش؟ 20 كيلو بايت. فانت لو بدك تعمل مليون رصاصه، تمام، مليون رصاصه في 21 كيلو بايت تقريبا الحجم الكلي لهذا، هيطلع عندك عشان تعمل مليون رصاصه وتحطهم في نفس المشهد، تمام. وحب يقول لي في مليون رصاصه في نفس المشهد، ممكن رامبو ولا جون ويك طخطخ، تمام. بدك تحط مليون رصاصه ولا واحده بتصيبه، تمام. قديش حجمه هذول طلعوا؟ 21 جيجا بايت في الذاكره. الان ايش الحل للبروبلم هذه؟ تعال نشوف هنا. On closer inspection of the particle class، ايش يعني closer inspection؟ لما تتفحص عن قرب ال particle class، you may notice that the color and sprite fields consume a lot of memory، a lot more memory than other fields. ال sprite والcolor بياخذوا memory اكثر من الحقول الاخرى اللي بتتغير. What's worse is that these two fields store almost identical data، يعني وكمان هذول تقريبا بضلهم ثابتين في كل الرصاصات، او يعني بكون منهم نسختين او ثلاثة بس، تمام. For example all bullets have the same color and sprite. فراح ايش عمل الحل؟ انك تروح لكلاس البارتكل تفصلها جزئين، لبارتكل وموفينج بارتكل. الان البارتكل يمثل عناصر اللي بتتغيرش، اللي هي مين مثلا؟ الكلر والسبرايت. والموفينج بارتكل بيمثل العناصر المختلفة اللي بتتغير باستمرار، بالإضافة لأوبجكت من نوع بارتكل. هيو مش أنا زي هنا عملت تري وجواها أتربيوت من مين؟ من بيسك تري، فصلت بينهم. إيش فائدة الفصل هذا؟ إنه بعد هيك أنا بدي أعمل أوبجكت واحد من هذا، وأعمل مليون واحد من مين؟ من موفينج بارتكل، والمليون كلهم بيستخدموا نفس الأوبجكت من البارتكل. وضحت يا جماعة كيف الفكرة؟ فالآن بس خلينا نقرأ هذا السلايد. Other parts of a particle state، الأجزاء الأخرى من particle state such as coordinates, movement, vector and speed are unique to each particle، يعني الحركة والسرعة هذول بتغيروا لكل particle، كل particle له معلومات خاصة فيه، لكن السبرايت والكلر بيكون واحد مشترك. After all the values of these fields change over time، يعني هذا الكوردينيتس والفيكتور بتغير مع الوقت لانه الرصاصه بتتحرك مع الوقت. This data represents the always changing context in which the particle exists while the color and sprite remain constant for each particle. نفس الكلام اللي حكيناه. This constant data of an object is usually called intrinsic state، الحاجه اللي بتضلها ثابته بسموها الانترنسيك state، زي الحاله الداخليه، تمام، الساكنة، تمام، اللي بتتغيرش كتير. It lives with the object، تمام، It lives within the object. Other objects can only read it not change it، هذا الحاجات بس بقرأها وبستخدمها وبرسمها ومش هحتاج أغير فيها، تمام. The rest of the object state often called from the outside by the other object is called the extrinsic state، الحاجات اللي بتتغير باستمرار بسميها الحالة الخارجية أو الإكسترينسيك ستيت. فعندنا إحنا إنترينسيك ستيت، الإكسترينسيك ستيت، هيجيكم اختيار متعدد، تمام. إنترينسيك الحالة الداخلية اللي بتضلها ثابتة، إكسترينسيك إيش بتعمل؟ الحاجة المتغيرة باستمرار. The flight weight pattern suggests that you stop storing extrinsic state inside the object، يعني الإكسترينسيك بتاخدها برا،
هو اعتبر انه هذا الاساس وهذول اللي برا. تمام، هذا طلعناهم برا اللي هما المين الهايت والسايز والاكس والواي. تمام، stop storing the extensive state inside the object. Instead you should pass this state to specific methods which rely on it. Only the intrinsic state states within the object. يعني intrinsic state هي بنعمل منهم نسخة أو نسختين وبستخدمه دائما مع الأوبجكت. تمام، as a result you would need fewer of these objects. These objects عائدة عمين على آخر ذكر intrinsic state. يعني intrinsic هذا احتاج منهم عدد قليل. intrinsic هذا الكونستانت اللي بلزمنيش هتغير بشكل كبير، اللي بمثل في مثالنا الجرين والريد. تمام، هذولا انت بلزمك fewer number of objects. هذا الكلام اللي حكى لك عليه. since they only differ in the intrinsic state which has must fewer variations than the extrinsic. much fewer variations. ايش يعني variations؟ اختلافات. الاختلافات معظمها موجوده في الاكسترنسك اللي هي الاكس والواي والهايت والسايز. عشان هيك هدول خليتهم وين؟ برا، ان اضل اغيرهم باستمرار لكل اوبجكت جديد انا بعمله. لكن الانترنسك خليت منهم نسخه او نسختين فقط. وضحت هذه يا جماعه؟ وهذا اليوم الديجرام بعد التغيير. الان هاي نفس البارتكل صار عنده جزئين، في عندي بارتكل وفي عندي موفينج بارتكل. تمام، والموفينج بارتكل اكيد بيستخدم اوبجكت من مين؟ من بارتكل. ولاحظ هنا في الجيم استخدم تو ليست، واحده من اسمها موفينج بارتكل وواحده اسمها بارتكل. فعليا هذا البارتكل هيكون فيه قديش؟ ثلاثة، اثنين، ثلاثة، أربعة. هذا زي الماب اللي عندي هنا. لكن الموفينج بارتكل هيكون عددهم ممكن ملايين أو آلاف يوصل. تمام، هنا بجيب لي الحسبة النهائية. تمام، قديش بيستهلك في الرام. فعليا هنا أنشأ أوبجكت واحد من مين؟ من بارتكل. قديش حجم الأوبجكت هذا الواحد؟ 21 كيلو بايت. لكن راح أنشأ هيو أوبجكت واحد من مين؟ من بارتكل اللي هو هذا الأحمر. هذا هو البارتكل. هذا هذا مين المفرغ؟ هينشئ اللي هو مين؟ الموفينج بارتكل. أنشأ منه مليون. لاحظ المليون هذول كلهم راح يستخدموا نفس مين؟ نفس هذا المليون. هذول حجومهم صغيره. ليش؟ لانه لكل واحد فيهم له كوردينيتس وفيكتور وسبيد وبارتكل. كل هذول حجمهم ايش؟ 32 بايت. فالمليون هذول هياخذوا قديش؟ 32 ميجا بايت. تمام، وهيلزمني فقط 21 كيلو لمين؟ للبارتكل. فالحجم الان في الذاكره اثنين الكلي للمليون رصاصه 32 ميجا بايت بدلا من 21 جيجا بايت في الحاله السابقه. وضحت هذه يا جماعه؟ في اي سؤال او استفسار؟ يعطيكم العافيه.